اتفضلي. السلام عليكم يا مدام لامية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ سالم لو سمحتي؟ اتفضلي مع حضرتك. السلام عليكم يا شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكي. لو سمحتي يا شيخ سالم، تؤمر. يعني احنا واقعين في حيرة شديدة على هذا البرنامج. في يوم قريب كان الضيف استاذ دكتور فاضل وقال كلام حيرنا جامد. مثلا قال في الحديث النبوي اللي هو اذا مات ابن ادم انقطع عمله عن ثلاث منهم: صدقه جاريه. قال ان الصدقه الجاريه دي يعملها المتوفي قبل ما يموت، لا يجوز احد غيره يعملها له، ابنه او بنته. وده ده عالم ازهري اللي قال الكلام ده يعني؟ نعم؟ عالم ازهري قال الكلام ده على البرنامج ده؟ هو عالم دكتور ومدام لامي عارفاه كويس قوي والناس عارفينه كويس قوي. وقال كمان، ممكن اقول لحضرتك اسمه يعني؟ مدام منى، انا عرفت سؤال حضرتك وهطرحه على فضيله الشيخ، حاضر. وعايزه بس اقول لحضرتك انه اكيد في اراء مختلفه، ما فيش راي ثابت على حاجات معينه. في بيبقى بعض الفقهاء وبعض العلماء بيختلفوا على اراء معينه. فكره ان مين حضرتك اللي قال الكلام ده؟ عايز اعرف بس، ازهري ابو ازهري خلاص. كانت حلقه امبارح وكان فيها بعض يعني حصل بعض الاختلافات في الاراء والاراء مختلفه. دكتور مين؟ دكتور محمد هدايه. ده مش ازهري، ده مش أزهري. الفتوى تؤخذ من أزهري، مع تقديرنا للدكتور هداية رجل فاضل، لكن الفتوى تؤخذ من العالم الأزهري. بلد مصر، بلد الأزهر، تؤخذ الفتوى من العالم الأزهري. طب فسر لنا شوف يا الحديث. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان، في نص آخر، انقطع عمله إلا من ثلاث: عمله وليس عمل الآخرين له. نص الحديث عمله. ده ابن تيمية اللي قال الكلام ده. يعني اللي بيقولوا عليه شيخ المتشددين ابن تيمية هو اللي قال الكلام ده، قال عمله وليس عمل غيره له. ففي فرق كبير بين ان عملي انا ينقطع، طبعا انقطع، لكن عمل اولادي ليه ينقطع؟ الصحيفه بتاعتي اتقفلت واولادي موجودين بيدعوا لي ولا بيستغفروا لي ولا بيعملوا عني صدقه ولا بلاش بيصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا؟ امال فرقه الخلفه ايه؟ وتعبنا وليد تربيتنا، ما كنا عشنا وخلاص نفسنا. ده احنا بنخلف علشان اولادنا يبقوا امتداد لينا، بنصاحب ناس طيبين عشان يبقى امتداد لينا. وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى. اكننا لما اموت والبرنامج ده اتعلم فيه 10 12 واحد يقراوا قران بسببي، ولما يقرا القران مش هياخد ثواب؟ من دعا الى هدى فله اجره واجر من عمل به الى ان تقوم الساعه، الى يوم القيامه، الى يوم القيامه. ما هو ده اللي هو علم ينتفع به. طب علمه ينتفع به، والصدقه الجاريه تدخل في نفس الكلام، وولد صالح يدعو له. يلحق بالولد. اولا ده هذا الحديث خاص بعمل الانسان ذاته، لكن عمل ما يهديه الانسان لاخيه الانسان فلا شيء. حتى ابن تيميه رد على الكلام ده وقال: حتى قوله تعالى: وقال ليس الانسان الا ما سعى، اي سعيه هو. طب سعي غيره له جائز؟ من اللي قال ان سعي غير الانسان لاخيه الانسان يبطل؟ من اللي قال ده؟ فهذا راي وان كان موجود. طب الا انه في بعض الاختلافات برضو يا شيخ سالم على فكره الحج والعمره، ونحج عن حد او نعمل عمره لحد. لقد اوجب النبي عليه الصلاه والسلام ان يحج عن الميت الذي كان قادرا على الحج ولم يحج. والمرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة، مرة حد سأله عن الصوم ومرة حد سأله عن الحج، قال: دين الله أحق بالوفاء، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: إيه يا رسول الله، كنت هقضي هذا الدين. قال: دين الله أحق بالأداء. دين الله أحق بالأداء. مش بنصوم عن الميت ولا بنعمل فدية عنه؟ نصوم عن الميت. الله، هو لو واحد مات دلوقتي وكان عليه صيام بنعمل إيه؟ ورثته بيعملوا ايه؟ بنطلع الفدية او بنصوم؟ الاثنين صح. طيب لما واحد مات وكان قادر على الحج ولم يحج بنعمل ايه؟ بنطلع حد يحج عنه وجوبا، حتى لو وجوبا. كان قادر، حتى لو كان قادر، ما احنا بنعمل وجوبا لو كان قادرا. يعني لو مات انسان ولم يحج وكان قادر على الحج، يبقى يجب ان ان يحج عنه من ماله قبل توزيعه، قبل ينزع التركة على الناس. طيب مات ولم يحج ولم يكن قادرا على الحج، يبقى يندب. يبقى الحج صح ولا ما صحش؟ والصيام صح ولا ما صحش؟ والفديه صحت ولا ما صحتش؟ فاحنا بس مش عايزين نبلبل الناس. ودايما احنا ليه بقول العالم الازهري يقول الفتوى؟ لانه ياخذ ايسر. ما هو ما فيش مساله الا فيها 20 راي، مش راي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، 20 راي. صحيح. ميزه الازهري ايه؟ انه يبحث عن الراي السهل البسيط المفهوم النافع. ما الذي يضرك يضيرك الان انك ترفعي ايدك وتقول اللهم ارحم خالتي ولا ارحم عمتي الا ادارك؟ خدت ثواب يا خد الثواب. مين اللي قال بقى دعوتي دي ما وصلتلهاش؟
ما الذي يضرني الآن إن أنا وأنا ماشي أقول يا رب هذا المبلغ الصدقة عن صديقي فلان اللي مات الله يرحمه؟ طب لماذا يقبل الله مني فيما أحسب هذه الصدقة؟ لأن صديقي اللي مات ده لما صاحبني أنا ما صاحبش حد تاني، فخد أجر إنه صاحب حد كويس والكويس ده نفعه، مش المرأة عندنا خليلة؟ صحيح. فإحنا نتمنى بس إن دايما في الفتاوى العامة على التلفزيونات في فرق كبير جدا بين إن إحنا نكون في أروقة العلم وبنوع نفصل الناس والصح والغلط ونرجح والمرجوح. في الفتاوى العامة وبرنامج حضرتك مع رب ده دايما بنقول الرأي السهل البسيط اللي ينتفع به الناس. صحيح إن شاء الله.